ديلي، هذا ابو الخطاب، ايضا حمد بن سالم بن حمد اليديلي، فايضا كاسي فخر، تهانينا والناموس، سلام يا زهرة سلام على هذا الفوز المميز. هذا سعيد بن سالم بن حمد اليديلي، ايضا احد الابطال المتابعين والمرافقين من خلال انطلاقة فخر، وهو مالكا لفخر، تهانينا والناموس. هنا ايضا مجموعة من الأخوة المشاركين بالفرحة مع هذا الرمز، تهانينا والناموس لسعيد بن سالم بن حمد اليديلي. 5 دقائق 45 ثانية، 4 أجزاء من الثانية على فوز فخر، وسلام للزاهرة سلام. مشكور يا أبو الخطاب باسم الجمهور. يأتي دور البندقية، وكان أيضا كلاش لسالم بن حمد بالقرين العامري الذي ذهب بالبندقية، وهنا أيضا حمد بالقرين العامري. وأبنائي الكرام يتسلمون البندقية من يد سعادة عبد الله بن مبارك المهيري، تهانينا والناموس، وسلام بواب 11 سلام على أيضا فوز بيت بلقرين كافة من خلال هذه الانطلاقات. أيضا تهانينا والناموس، فرحة عارمة مع حمد بلقرين العامري، يستاهل هذه أيضا أيولة الرائعة والفرحة الكبيرة التي قدمها كلاش. تهانينا والناموس، سلام إلى أبناء حمد بلقرين العامري، تهانينا على هذا الفوز. هنا صورة تذكارية بالفعل مع أبناء بلقرين مع هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس، السلام على هذا الفوز المميز والجميل. هو صاحب التوقيت الأفضل والأجمل في هذا المساء ب5 دقائق 42 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، سلاماتنا لأبناء البوابة 11. نبدأ بكأس الإنتاج والمنتجين، الكأس الفضي الذي ذهب إلى حمد بن علي بن عبيد الكتبي، تهانينا العلي بن عبيد الكتبي أبو عبد الله الذي دائما يقدم مجموعة من الجواهر ويقدم مجموعة من النوعيات الفاخرة، وأتت جواهر لتهدي هذا الناموس الإنتاج الكبير لحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، تهانينا لأبو عبد الله وأبنائه الكرام على هذا الفوز، تهانينا والناموس وكأس الإنتاج. هنا علي بن عبيد ومحمد بن علي بن عبيد الكتبي والمضمر سعيد بن علي بن عبيد الكتبي، تهانينا والناموس. هذا هو علي بن عبيد الذي تخرج من مدرسة زايد طيب الله ثراه، هنا ذكريات الجميلة يا أبو عبد الله، هنا يستلم كأس جواهر. هذا سعيد بن علي بن عبيد وسعد عبد الله بن مبارك المهيري ومحمد بن علي بن عبيد بن رشيد، سلام ابو عبد الله سلام، سلام ابو عبد الله سلام على هذا الفوز. رحمك الله يا زايد واسكنك فسيح جناته. هنا ابناء علي بن عبيد بن رشيد، وايضا المحبين والمتيمين والعشاق الذين فرحين ومستبشرين بفوز جواهر. هنا واحد من ابناء علي بن عبيد بن رشيد، الف مبروك، يستاهل الفوز والانتصار، فوز جواهر بكأس الانتاج. سلام ابو عبد الله سلام. الغزال لمنصور بن سعيد بن سالمين المنصوري، الشداد الشداد. هنا سعيد بن سالمين المنصوري وحمد بن سعيد بن سالمين المنصوري ومنصور بن سعيد بن سالمين المنصوري وهزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، من قدموا لنا الغزال وغراف في ذلك الشوط الانتاج، وهم من حافظوا على ايضا هذه الانطلاقه المميزه والجميله، والف مبروك هذا الفوز المميز الذي قدم من خلال هذه الانطلاقات الذين قدموا لنا زومان في يوم الامس في ايضا جائزه زايد الكبرى في العام الماضي، واستطاعوا الفوز والانتصار فاتوا بالغزال، تهانينا لهم والناموس على ايضا هذا الفوز المميز والكبير الذي قدم من خلال هذه الانطلاقات الرائعة، من خلال هذه الاندفاعات التي شاهدنا من خلالها هذه الفرحة العارمة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هكذا وصلنا بكم إلى الختام، ختام أشواطي وتتويجي هذا المساء. شكرا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام